السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى التشكيل المتوقع للمدرب الإسباني ولنادي برشلونة في مواجهته يوم الأحد ضد فريق إشبيلية في الدوري الإسباني في مباراة قمة ومباراة منتظرة لعشاق نادي برشلونة. كما قلت سوف نرى في هذا الفيديو توقع التشكيلة لنادي برشلونة ضد فريق إشبيلية. نبدأ على ورقة في التفاصيل أكثر وتعرف على التشكيل المتوقع للمدرب الإسباني تشافي هرنانديز. قبل البداية لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لتصلك كل جديد. ولنمر الآن إلى التشكيلة. بالنسبة لتشكيلة نادي برشلونة فهي كالآتي: التشكيلة المتوقعة التي سوف يدخل بها تشافي هرنانديز. حراسة المرمى طبعا الحارس الألماني والحارس الأساسي لفريق برشلونة تير شتيغن. خط الدفاع لدينا على الظهر الأيمن أروخو، على الظهر الأيسر جوردي ألبا. قلب الدفاع يأتي جيرارد بيكي واللاعب إيريك غارسيا كقلبي دفاع. فيما وسط الميدان يتكون من سيرجي بوسكيت وفرانكي دي يونغ واللاعب بيدري غونزاليز. فيما خط المقدم وخط الهجوم بقيادة الفرنسي عثمان ديميلي، الإسباني فيران توريس والجابوني أوباميونغ. تشكيلة متوقعة للمدرب تشافي هرنانديز، تشكيلة مثل الذي دخل فيه في مباراة كلاسيكو، لم يتغير أي لاعب. أظن أن أروخو سوف يشغل المركز الظهير الأيمن في حكم أن نادي إشبيلية لديه لاعبين يلعبون على الطرف سريعين، لهذا أظن سوف يشارك رونالد أروخو مكان اللاعب داني ألفيس. فيما تشكيلة متوقع لمدرب تشافي هرنانديز في مباراة قمة ومباراة فاصلة في حسم أو حسم الوصافة خلف ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني. طبعا هذه هي التشكيلة المتوقعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لتصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة ورمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية، وإلى اللقاء.